إذا مشاهدينا الكرام، معنا الآن الدكتور مصطفى الشاهد، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. مرحبا بك دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كانت هذه هي الكلمة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك العديد من النقاط التي نريد أن نتحدث يعني مع ضيوفنا الكرام. كانت هذه الكلمة بالطبع مؤثرة، وتحدث عن فخره واعتزازه بالشعب المصري في مواجهة التحديات الأخيرة التي واجه الشعب المصري، وتحديدا التحديات الاقتصادية. من أبرز وأولى هذه النقاط التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أصداء هذه الكلمة دكتور مصطفى. يا فندم، طبعا التحدي الاقتصادي اللي بتواجهه مصر الفتره دي، وفي ظل يعني الحاجات اللي بينا فيها الفتره اللي فاتت من يعني رفع الدعم عن السلع زي البترول وخفض سعر العمله زي الزرار، دي حاجات بتعكس على المجتمع وتتطلب طبعا منظومه حمايه اجتماعيه عشان نقدر نواجه الفتره اللي جايه من التحديات اللي بتواجهها الدوله الفتره دي. نعم، يعني دكتور مصطفى، يعني حتى قبل البدء في هذه الكلمة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر، يعني كان هناك تكريما لعدد من الشخصيات والنماذج المشرفة المصرية، يعني على سبيل المثال الإعلامية صفاء حجازي وأيضا باقي الشخصيات الأخرى. ما مدى تأثير هذا التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الشخصيات واعتزازه بالشخصيات الفاعلة في المجتمع المصري؟ حضرتك لمستي نقطة مهمة جدا في مؤتمرات الشباب بشكل عام. يعني أنا لسه كنت بتحدث مع زمايلي إن الفقرة دي تحديدا من المؤتمر بتبقى من الفقرات المؤثرة اللي بتملانا كلنا بروح قوية جدا، بتدفعنا كلنا للعمل. بنحس إن يعني إحنا شايفين رموز قدامنا عملت يعني تضحيات، قدمت تضحيات وبتحقق انجازات على ارض الواقع. يعني انا شخصيا الايه اللي هي البنت بتاعت الثانويه العامه صحيح اللي كانت بيكرمها الرئيس النهارده من الشخصيات اللي اثرت فيا بشكل شخصي جدا. النهارده لقوه صمودها والتحدي اللي هي بتواجهه، فاحنا بنخرج من المرحله دي بقوه شديده جدا تدفعنا للامام، وان احنا بنحاول نبذل كل اللي يعني بالطبع. يعني دكتور مصطفى، يعني بعض الأمور التي قد أو بعض التصرفات التي يسلكها المسؤولين يكون لها انعكاس بشكل مباشر وانعكاس إيجابي كهذا التكريم قبل البدء في كلمته. هناك نقاط عديدة أيضا تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الكلمة وحديثه الدائم عن الإرهاب الأسود وعن الدول الداعمة لهذه الجماعات الإرهابية ومواجهة الشعب المصري لهذه الجماعات الإرهابية. ما أثار حفيظتك دكتور مصطفى في الحديث الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي عن مواجهة ومكافحة الإرهاب الأسود؟ يعني فندم، الفترة اللي فاتت احنا شفنا عمليات استهدفت قواتنا المسلحة، وكان عندنا مجموعة من الشهداء اللي احنا يعني دايما بنقف قدام تضحياتهم وبنعجز. الارهاب جاشم مع الاسف و يعني يعمل العمليات بتاعته بشكل مفاجئ، بيفاجئ الدوله، وده بيرجعنا خطوات لورا. احنا بنحاول بس احنا يعني صامدين وهنكمل ان شاء الله، ومفيش حاجه هترجعنا. زي ما دايما سياده الرئيس بيقول، احنا مفيش حاجه من الحاجات دي هترجعنا لورا، احنا دايما صامدين وعندنا قوات مسلحه نثق فيها. وان شاء الله باذن الله هننتصر في حربنا على الارهاب في القريب العاجل باذن الله. نعم، نشكر الدكتور مصطفى الشاهد عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.